يوسف عبد الله المشجع الزملكاوي اللي كل مواقع التواصل الاجتماعي اتكلمت عليه خلال الايام اللي فاتت، خصوصا بعد الصور بتاعته مع بن شرقي وشيكابالا والفيديوهات اللي كانت في نهائي مباراه كاس مصر بين الزمالك والاهلي اللي فاز بيها نادي الزمالك. يوسف عرفنا بنفسك وازاي بدات تشجع نادي الزمالك. انا والله بدات اشجع نادي الزمالك من اول ما اتولدت. نادي الزمالك دوت يعني انا بعشق نادي الزمالك وعشق للمستشار مرتضى منصور وللكابتن شيكا وبعشق حاجه اسمها نادي الزمالك. احكي لنا ايه اللي حصل، انت وبن شرقي رحت على الدكه وتاثرت وانفعلت معاه وكان في دموع كده، وبعد كده كان في احتفالات بعد كده لما فاز نادي الزمالك. احكي لنا القصه من البدايه للنهايه. انا كنت خايف قوي وكنت زعلان واتكلمت معاه، يعني زعلان اللي هو ماشي وبتكلم معاه اللي انا جددي 3 سنين، بس هو قال لي كده يعني عشان يرضيني ويرضيك. لما لقاك ان انت منفعل ودموعك نزلت قبل الماتش. الكلام ده كان قبل الماتش. الكلام ده قبل الماتش. بعد كده بقى نزل احتفل معايا وجالي وبتاع ولحد عندي واداني التيشيرت بتاعه وانا بحبه قوي دوت من قلبي مش بن شرقي، وان شاء الله ليه عوده في الزمالك ان شاء الله. قول لي ايه كواليس حصلت بينك وبين شيكابالا في المباراه؟ هو جه وسلم عليك واحتفل معاك بالكاس. والله الكابتن شيكابالا دوت انا يعني بعشقه عشق العشق، ربنا يخلي له وعياله يا رب ويبارك له في ادم ابنه يا رب، وربنا يسترها معاه ويرضيه. ايه الرساله اللي تحب تقولها للاعيبه نادي الزمالك خصوصا النهارده بعد الفوز على سموحه ومتبقي مباريات قليله؟ مبروك وشدوا حيلكم وان شاء الله الدوري بتاعنا والدوري في متعوبه يا زمالك ان شاء الله. شايف ان الزمالك هو الاقرب للتتويج ببطوله الدوري؟ طبعا الدوري في متعوبه ان شاء الله من دلوقتي بقولها لك، ان شاء الله الدوري في متعوبه ان شاء الله. اخر حاجه، مين اكتر لاعب غير شيكابالا، انت قلت شيكابالا انا متعلق بيه جدا، مين اكتر لاعب من الجيل الحالي بتحب تتفرج عليه؟ عبد الله جمعه وزيزو وشيكابالا. عبد الله جمعه وزيزو وشيكابالا وفتوح بصراحه. الفريق كله فريرة فريرة بالتحديد. لا طبعا انا احب اقول لك انت، احنا الف شكر، الف مليون شكر ليك، انت مدرب عالمي 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 عالمي، احنا بنشكرك كلنا، جمهور الزمالك كله بيشكرك وبنحبك، بص حب ملوش نهايه اقسم بالله. انت قلت لي في البدايه انك بتحب جدا المستشار مرتضى منصور. طبعا انا بموت في العو ده العو ده العو اهو اهو العو اهو العو اهو المستشار مرتضى العو.